السلام عليكم اصحابي، كي راكم؟ اه لاباس الحمد لله. وهذا الفيديو يكون عن تحديث جديد لبكي اكس دي، تحديث عيد ميلاد. ف راح اعملكم هذا الفيديو لكي نشوف الاشياء الجديده التي صدرت في البيكي اكس دي، والشيء الجديد الذي صدر. فما راح نتكلم عن هاد وهاد الآن. بعد انتهاء الفيديو راح أعملكم هاد الفيديو، ذلك الشيء. في أول شيء جابوا بيت جديد، وهذا البيت بيت الفضائيين، يعني بيت بيكي إكس دي يعني بيت بيكي اكس دي ادمن جديد. فهذا يمكنك ان تشتريه بالمال الحقيقي، ولا يمكن ان تشتريه بمال بيكي اكس دي. فالشيء الجديد صنع باركور جديد هنا. انظر، لحظة. فصنعوا باركور، وهنا لوحة شكون زعما، يعني شكون يكمل وال برومي زعما، برومي دوزيام تخوازيام كيما هكا. في الباركور يعني مثل علامات لا نهائيات، تعرفون علامات لا نهائيات تجي كما 8 وهي بالمقلوب، يعني مشي بال يمشي واقفة، تكون متكسلة زعما علامة جاية هكا تاع نهائية وصاي. في هاد الباكور طويل جدا. في الشيء الجديد الذي عطاونا هنا البرج، انا لم افهم هاد البرج كيف اصعد له لفوق. اظن حتى يكون عندك البدلة، بدلة الصاروخ او بدلة الطيران، ولكي تصل الى ذلك الشعلة التي هم شعلها، يعني مش شعلة. فانا فقط صعدت الى ذلك، ولا اظن انهم يصنعونه الى فوق. اوكي، ففهمت هذا الشيء كيف راح نصعد له. راح كل يوم يصنعون هذا البرج، وراح يصعدون الى اعالي فوق حتى نصل الى الشعلة التي هم شالينها. فاوكي هنا قاطعين، قفزنا. اوكي نحن قريبون الى الشعلة. نحن قريبون والله. هنا يتوقف، فان شاء الله غدا راح يصنعونه، وراح يصعدون حتى نصل الى الشعلة التي هي فوق. فيلا نقفز. اوكي فيلا نزيد نتكلم على التحديث الجديد اللي صدر. التحديث الجديد عطاونا هذا الشيء. لا راه في اللعبة. فعطاونا هذا الشيء يعني تضغط على الكأس وراح يعطونك كل يوم، راح يزيد هذا الأصفر، وراح كل مرة راح أظن غدا أو اللي غدا راح يعطونا الحذاء، ثم السروال، ثم الليكونات، ثم المحفظة، ثم الشعلة الكبيرة. فهذه اللوحة لكي تشتري فيها أشياء أشياء الحلوة، مثل هذه الكعكة الكبيرة هذه، أو
هذه الكريمة لذيذة. وهذه الشجيرات، وهذا السرير، وهذا الكرسي، يعني هذا، وهذا التلفاز. انا شريت هاد وهاد وهاد، وشريت ايضا اشتريت هذه الكعكة الصغيرة هذه، فانا احبها كثير كثير كثير. اذا عجبتكم فاكتبوا لي في التعليقات اذا عجبتكم. فانتهينا امر هذه المدينة اشياء جديدة وتحديث رائع، فانا عجبني اعطيه 10/10 لانه هذا التحديث اعطونا رسلونا لكي نلعب بالتحديث الارنب. فراح اقولكم شو هاد وشو هاد. فانا عرفت باللي هذا تاع الارانب يوم عيد فهذا عيد الارانب او البيض. وهذا هل عرفتوه او ما عرفتوه هذه البوابة؟ شوفوا وتعرفوا على هذه البوابة. فهذه البوابة راح اقولكم في الفيديو، فهذا الجيم فيديو، فهذه البوابة راح اقولكم شو هي. جو فيديو. لق في الهاتف كتير. فهذه البوابة تذكرون التحديث الفولت والفلام، وأعطونا البرج اللي فيه الصاروخ. فهذه هي البوابة التي راح يعطونا فيه الحقيبة فيه الصاروخ والصاروخ. أظن هكذا راح يعطونا هاد الشيء هكذا. إن شاء الله يكون فتح البوابة تاع الصاروخ يكون جيد جدا جدا جدا. فراح نلعب بالجزيرة الأرنب، راح أعرفكم عليها كيف هي من الداخل. فيلا ندخل. فبسم الله راح اقولكم هذه شو هاد. راح اقولكم يقول اتون لا ما يخليني اتكلم. يقول لك بروشان شونسون او دوف، يعني البيض شونس، يعني هذا الوقت انتهاء، يعني وقت بدء هذه الوقت. شوفوا انظروا المدينة كيف هي من التحت، يعني جزيرة جديدة. وان شاء الله اذا انتهى موسم عيد الميلاد ان يخلون هذه زوج العاب. ان شاء الله راح يخلونها ان شاء الله. فانا عجبتني على 10 لانها الصندوق. او ماي جاد الصندوق. والله ما شفته الصندوق. نفعل هاد ونفعل، يعني سه
وراح اعمل علامة تعجب، يعني والله ما شفته، والله ما شفت الصندوق وين. فانا راح اقولكم صندوق تاني انا اعرفه قبل ما يجي التحديد. يلا يلا نفتح. اقولكم وين الصندوق التاني بس مازال ما يفتحوه. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اوه اديني مش مهارات يا رب. اوه 200 كعكة. اوه والله هذا خرافي، والله المجوهرات، انا احب المجوهرات واتمنى ان اشتري بدلة السرعة. فانا انا 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 يعني يعني راني نلم باش نشتري البدلة ان شاء الله، راح اشتريها وراح اوريكم كيف اشتريها مع المتابعين يعني. في الجزيرة التانية راح اقولكم وينها الصندوق. في الجزيرة وين؟ ايه الجزيرة هذه راح تكون عند وين كاتبين كورس زعما يعني مسابقة. راح تجدها هنا إذا كنت في البوابة الثانية، راح تجدها هنا. انتظروا يلا يلا يا مهدي، يلا يلا يا كيف تعرفين. فهنا راح أريكم بس مو هنا بل هنا، يعني أنا هنا وراح أريكم هنا. يس أوكي. عند هنا في هذا المكان راح تجدون صندوق هنا، وأظن راح يعطيكم 30 ستيكرز وراح يعطوكم مال أو ما بعرف شو يعطيكم، بس راح يعطيكم، أنا عارف راح يعطيكم ستيكرز، مو ستيكرز بس ستيكرز اللي موجود في أركاد عند شراء الأتات أو أشياء. فالمهم فالأشياء الجديدة هي أن في المتجر راح تجدون باقة أدمن، يعني أرمور الأدمن. شوفوا الأرمور اللي يلا أوكي. راح نشوف الباقة الأدمن. في الباقة التي موجودة في أدمن هي أرمر ذهبي وماسك و يعني قرون أدمن الأساسية والحذاء البركاني والقفازات الهالوين. والشيء موجود راح تجدون يعني ترابولين لكور. والشيء الثالث هذا كل يعرف وين الباس بيكي اكس دي. فهذا كل شيء. فراح نروح نلعب بجزيرة البيضة. فيلا يلا ندخل، يلا يلا ندخل، يلا يلا ندخل، يلا يلا ندخل. اوكي راح نشوف، اظن صديقي يلعب. والله ولا احد. ليش؟ اوكي هنا ننتظر الوقت الذي ينتهي وراح اللعبة تبدأ. بس اللعبة والله صعبة، صعبة جدا، وما راح يعطيك الوقت كتير، والله ما راح يعطيك الوقت كتير. يلا يلا يلا، ها هما البيضات الذهبية. اوكي لا تسقط يا لا تسقط. اوه انظروا البيضات الذهبية. هنا يلا يلا اقفز اقفز اقفز
اقفز اقفز اقفز اقفز اقفز اقفز اقفز اوكي نوصل هنا وراح نقفز ب قفزة عالية جدا. اظن اخذتها اظن اخذتها. لا والله ما اخذتها. يلا وين هنا وين. اوكي حصلنا عليها. يلا نحصل على هذه البيضة التي فوق. والله الوقت راح ينتهي. ليش بهذه السرعة؟ يلا يلا يلا. فهذه اللعبة لعبة مجتمع، يعني اذا حصل هذا زميلك، اذا حصل على بيضة راح ايضا راح تنعد معك. يلا يلا الوقت راح ينتهي. يلا. الكعكة الكعكة الذهبية. يلا يلا. والله راح نخسر. يلا يلا. والله خسرنا والله خسرنا 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 خسرنا. فإذا كان لديك هنا الكعك، يعني دخلت في اللعبة، يعني إذا كان لديك أي مكان لكي تلعب به بالكعك، فراح يعطونك كعك أيضا، مو مال، فراح يعطونك الكعك. فأيضا إذا ما لعبت لعبة البيض، راح تجد هنا كعكات ذهبية مثل هذه، كعكة ذهبية، فيجب تأخذها، بس ما بعرف شو يعطيك، ما بعرف شو يعطيك. فيلا يلا نشوف. أظن نحن لامين ست كعكات. لا ما تقطش. أوكي فلازم نروح إلى هنا. يلا لا. فهذا هو موعد الفيديو، ان شاء الله عجبكم. فلا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو مع اصدقائكم. ان شاء الله نصل الى 1000 مشترك، واذا وصلت الى 1000 مشترك راح اعملكم بث مباشر. فان شاء الله نجيب 1000 مشترك ان شاء الله. كان معكم جيم ستارتيد. باي.